اكتر حاجه في الافيشات بتاعه الافلام او المسلسلات او الاغاني بتفكرك بعيد الحب؟ احمد ميكا ايام سمع العاشي كان عامل فيلم حلو وكان بيتكلم عن عيد الحب بتاع، وانا كنت بحب الفيلم ده عشان كان بيمثلني، يعني كنت بحب انا اعمل زيه بتاع واقلده. واحد ايه بكره حياتي واحد قادر وتعمل وتنسى. وكان في يعني الكبير قوي يعني كان احمد مكي الصراحه، يعني في عيد الحب كان في المسلسل كان الصراحه يعني دمه خفيف. انا من قريه ارياف وما عندناش اي اهتمام للحاجات دي اصلا. ست الحبايب طبعا ما فيش احلى من كده، دي الحب كله. لا هو احلى فيلم بصراحه بتاع سمى العاشي، يعني عارفه هتوحشيني يا بيبي ومش عارف ايه كده وحب عمري وبالاخص كايا. يعني لا هو في القفشات بقى كايا يعني اجدد حاجه دلوقتي في ترند 2019 كايا. يا كويا وبحبك قوي يا كويا بجد، بقول لك قلبي يا رب. طبعا يعني فيلم يوم من عمري بتاع عبد الرحيم حافظ ده جميل جدا، انا بحب اتفرج عليه. يعني في اغنيه كمان ضحك ولعب وجد وحب ومع الفنانه الجميله اسبيده ثروت. انا اكتر حاجه تقريبا تفكرني بعيد الحب كان نور الشريف ومراته اللي هو اتجوزها بوس. طبعا الفيلم ده كان جامد، طبعا متفكر بقى طاحه كده بس انا مش متذكر بقى لي سنين ما اتفرجتش. يعني هو ممكن اغنيه لتامر حسني كل سنه وانت طيب، وبهدية لخطيبتي لسه خاطب قريب على فكره. الفيلم اللي هو بتاع محمد رمضان لما كان بتحتفل بعيد ميلاده وهو كان داخل، وبعدين هي كانت مضلمه الشقه فبقول لها انا حاسس ان انت هتعملني بالبلكونه بس كده.